تمام كابتن أسامة. يعني كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونة قعدوا أزهر ليه تفتكر؟ ليه انا ده وصول الفريق الكلام ده حالا يا جماعة مش كده؟ تمام، يعني هو لسه الاختلاف الفريق واصل حالا يا كابتن أسامة، عشان بس نبقى مع السادة المشاهدين. استاد السلام، اتفضل. هو الاختلاف مش كبير، احنا قلنا انه ممكن تحصل حاجة بسيطة في التشكيل، ولكن موضوع ازارو الناس بتختلف فيه في حاجات معينة، واكترها اضاعة ال طب من وجهة نظرك قعد اكترها ازارو؟ لا انا بتكلم اكترها اضاعة الاهداف، لكن انا من وجهة نظري ازارو مهاجم بيملك حاجات اعتقد انه هيبقى مؤثر مع النادي الاهلي بعد كده، فهو بس يجيب جون. يعني هو بيتحرك كويس قوي، بيتحرك كويس جدا، سريع جدا سريع جدا، عنده كميه الحركه عنده كتيره مش أكتف. قليله. يعني لعيب اكتف في واحد بيبقى بيلعب راس حربه متمركز ما بيتحركش كتير قوي، بيبقى تركيزه عالي على الجون زي ما شفنا طبعا عماد متعب والمستوى ده، ومؤمن لكن من مشيته. انا اسف، كان مؤمن من مشيته مش هيلعب متهيألي. مشيته يعني متأسف. هو مركز اتفضل. لا مش تركيز ازارو عنده سرعات كبيره جدا، بيوصل للجون بسرعه جدا. تمام، هو ناقصه انه يكون اهدى من كده وهو رايح على الجون. يعني بيبقى عنده